sorry. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي حبايب قلبي طلاب الصف الرابع الابتدائي أصحاب مناع كونكت بلس 4. Welcome back. النهاردة بقى بنبتدي في يونت 4 يعني جولة جديدة مع يونت 4 بعنوان City and Country. City and Country يعني الدولة أو المدينة والريف. City مدينة City وCountry يعني الريف. بينقسم عندنا يا معاذ البلد لقسمين، قسم ريفي اللي هي المحافظات بتاعه الريفيه، وكمان القسم الحضري اللي هي المدن. القسم المدن اسمه او الريف الاول rural places. rural places يعني لا يا قلبي خليني انا اقولها rural places الاماكن الريفيه rural rural. اما الاماكن الحضريه بتاعت الاماكن اسمها urban 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 places urban places يعني اماكن حضريه. طيب زي ايه؟ خليني كده give me the book give me the book. اول حاجه عندنا بيقول لي بالنسبه لل urban places الاماكن الحضريه بيقول لي ان هي بتبقى فيها congestion يعني ازدحام. بتكون ايه؟ لو عايزه اوصف الاربن بليسز او الار تكون congestion. يلا نقسم الكلمه عشان نعرف نقراها. con c o n con جس جس g e s جس جس وطبعا t i o n بنقولهم شن. فلما اقول congestion زي ما انت حبيبي sit well sit here. congestion يعني ازدحام. congestion يعني ايه؟ ازدحام. طب ايه تاني من خصائص الـ urban places؟ ان هي بتكون densely densely. نقولها كده مع بعض densely d e n s densely e l y densely populated. populated يا ولاد يعني عدد السكان. فلما اقول densely populated يعني اماكن مزدحمه او ذو كثافه عاليه. densely populated densely populated densely populated. repeat after me. urban places urban places urban places urban places. اعرفها ازاي؟ اقول are congestion congestion يعني مزدحمه. congestion congestion طيب يعني ايه كثافة السكان عالية يعني مليانة سكان كتير. densely populated densely populated densely populated. قلنا populated جاي عدد السكان. densely populated يعني ذو سكان او ذو كثافة سكانية عالية. كمان احنا ضفنا نقطة عشان اللي هي population عدد السكان هنقولها دلوقتي. طيب كمان من الاربن اسز الخصائص بتاعتها ان هي بتكون ايه؟ pedestrian pedestrian يعني فيها مشاه كتير بيمشوا على الارض. فطبعا لازم تكون حريص لان هي دوله مزدحمه فبيبقى فيها pedestrians كتير. pedes pedes دي اسمها ايه؟ pedes. لو قسمناها كده pedestrians pedestrians لو قسمناها مقطعين كده عشان نعرف نقراها عشان نعرف نقراها وكمان نكتبها. pedes 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 البيت تقيله. pedestrians 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 يعني المشاة اللي هو احنا واحنا بنمشي بالطريق. pedestrians pedestrians pedestrians. طيب اما بقى rural places يبقى قلنا urban places يا ادب ان هي اماكن حضريه مليانه او فيها مدن cities كتير. اما rural places الاماكن الريفيه دي بقى بتكون isolated are isolated يعني منعزلة كده وإيه ورايقة ومناطق بعيدة كده عن الازدحام. isolated اسمها إيه؟ isolated isolated isolated. وكمان بتبقى sparsely populated عكس بقى densely sparsely sparsely برضو sparsely populated sparsely populated يعني
اماكن ذو كثافه منخفضه، سكانيه منخفضه، سكانها قليلين. sparsely populated اسمها ايه؟ sparsely populated. sparsely populated. كمان في الاماكن او المناطق عموما اذا كانت ريف او حضر لازم كل منطقه يكون فيها services. services يعني خدمات. service ونجمعها services الخدمات. زي ايه؟ لازم يكون فيها مستشفى، لازم يكون فيها مدرسة، لازم يكون فيها workshop محلات workshops، لازم يكون فيها shops. يبقى services اللي هي الخدمات زي السكول، زي الشوب المحل، زي الworkshop. workshop يعني ورشة، زي ورشة الميكانيكي، ورشة النجار. فلما نقول workshops الورش، وكمان احنا نزود hospitals لازم يكون فيها مستشفيات. ميسا مش الworkshops المفروض تكون في 40 places؟ نو no, في الاكتيف في السيرفيسز الخدمات. الرورال حبيبي الاثنين في الاربن بليسز والرورال بليسز. اي مكان بيبقى فيه سيرفيسز خدمات هنا او هنا بيكون الخدمات دي عباره عن سكول او شوب او workshop او hospitals. طيب تعالوا كده نشوف الكلمات اللي في ال another page في ال next page دي. مدينة city، مدينة city. قرية village، قرية village، قرية village. طيب metropolitan يعني ايه؟ metropolitan يعني عاصمية، دولة عاصمية، زي مدينة عاصمية زي كايرو القاهرة نقول عليها ايه؟ متروبوليتن. يعني هي دي المدينة العاصمية متروبوليتن، نقول عليها ايه؟ كايرو is a metropolitan area يعني مدينة او منطقة عاصمية. greater كايرو، greater كايرو القاهرة الكبرى. greater يعني الكبرى، greater يا يوسف. greater كايرو. بيزي، بيزي مشغول وكمان مزدحم. بيزي، بيزي صحراء. desert خدناها كتير قبل كده. عدد السكان بقى يا ياسين؟ population. يبقى عدد السكان الاسم اسمه population. اما populated يعني ذو كثافه سكانيه عاليه او منخفضه. طيب فكروني كده، ذو كثافه عاليه sparsely ولا densely؟ densely. اما ذو كثافه سكانيه منخفضه sparsely. طيب قلنا بقى الرورال اللي هو الريفي والاربن اللي هو الحضري. دنس يعني كثير او كثيف. سبارس يعني منخفض او قليل. تراديشنال، تراديشنال حاجه قديمه، اولد حاجه تقليديه من زمان قوي. اريا منطقه، اريا. فلما اقول متروبوليتن اريا يعني منطقه عاصميه، نفتكر ان عاصمي اسمها متروبوليتن. متروبوليتن. كيرفول يعني حريص. كيرفول يا احمد. لايك مثل، لايك انفايرمنت بيئة. انفايرمنت ركزوا بقى في الكلمة دي. انهابيتنت ركزوا معايا. انهابيتنت يعني الساكن، الساكن الموجود في المدينة او الحاضر. طيب هابيتات ما حدش يتلخبط ما بينها وما بين هابيتات الموطن او البيئة. اما قلنا ديزرت هابيتات، agricultural habitat اللي هي البيئة الزراعية والبيئة الصحراوية. أما inhabitant، inhabitant آخرها كلمة and. inhabitant يعني الساكن أو الموطن. طبعا الفيرب سهلة جدا زي want، يريد، wanted. live يعيش، lived. tell يخبر، told أخبر. have يملك، had. طيب كمان من التعبيرات المهمة جدا يا أدهم want to، دايما want بيجي وراها حرف الجر to. want to يريد ان، بيجي وراها دايما infinitive فعل في المصدر بدون اضافات. tell about يخبر عن. tell about، tell I want to tell about انا عايز اقول لك عن، واقول لك بقى الحاجه اللي انا عايز اقولها. a lot of كثيرا من. be او am او is او are. going to يعني سوف، وبيجي وراها فعل في المصدر. on isolated places يا حبايبي، لما اقول isolated places يعني اماكن منعزله، بقول on ما بقولش in يا مازن، سامعني؟ don't play with your hands. اقول on isolated places. live in يعيش في. more than اكثر من. more than، more than. هنعرف ان القاهره فيها more than 20 millions، 20 مليون inhabitants ساكن. have to قلنا
قلنا لوحدها يا احمد have او has يملك او عنده، انما لما اقول have to او has to بتتحول ليجب ان. have to دول كمان هسمعهم يا حبايبي. In the desert في الصحراء. close to قريب من close to. اوكي بما ان ياسين مشغول فخليه يقرا the first paragraph. يلا نقرا كده. raise your voice at first. Hello, my name's Farida, and I want to tell you about where I live. طيب ثواني بقى نشوف معناها ايه. بتقول hello, my name is Farida. انا اسمي فريدة. I want to tell you. انا عايز اخبرك about where I live. عن المكان اللي بعيش فيه. I live in Greater Cairo. I live in Greater Cairo. بعيش في القاهرة الكبرى. It is a metropolitan. لا metropolitan. متروبوليتان يعني ايه عاصميه؟ لا كلنا نقول يعني ايه عاصميه؟ متروبوليتان. مترو نقسمها كده مترو عارفين المترو؟ متروبوليتان 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 اريا يعني منطقه عاصميه. And densely populated. Yes يعني ايه densely populated؟ densely populated قول عدد السكان كتير. densely populated. There are more than 20 million inhabitants. يعني يوجد more than أكثر من 20 million inhabitants. يعني يوجد أكثر من 20 مليون مواطن. So it is a very busy place. يعني مكان مزدحم جدا. There are a lot of cars. So there are a lot of cars. يوجد عربيات كثيرة. Congestion if you are a. Yes يعني there is also congestion. يعني هي أيضا مزدحمة. There is also congestion. If you are a pedestrian. لا pedestrian. Pedestrian. يعني لو أنت pedestrian يعني أنت ماشي على الأرض أنت من المشاة. When if you are a pedestrian. You have to be very careful. Careful, you have to be. يجب أن تكون حريص جدا لأن المكان busy places أماكن مزدحمة. طيب يلا يا أحمد. Read number two. Hi there. I am Zain. I am Zain. I am going to tell you about my village. يعني أنا سوف أخبرك. I am going to tell you about my village. عن قريتي. It is sparsely. نقسمها كده. Sparsely populated. Sparsely populated. Sparsely populated. Only about 700 people live there. مفيش مفيش حد هنا غير only about 700. 700 بس. It's also a very traditional place. Place يا ياسين. يعني ايه traditional place؟ يعني مكان قديم. مش هقول تاني يا ياسين. It's in the desert. It's in the desert. دي مدينة في الصحراء. So it's an isolated. 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 يعني منطقة منعزلة. Please. Do we have a lot of services? Yes, we have a lot of services. يعني عندنا خدمات كثيرة. Close to my family home. My family's home. يعني قريبة من مكان أو منزل عائلتي. Though. يعني بالرغم من ذلك بالرغم من إن إحنا المنطقة بتاعتنا isolated يا معايز isolated منعزلة وكمان in the desert يوجد فيها services خدمات. Like إيه مثل إيه؟ Shops. And my school. وكمان مدرستي. طيب بيقول لك did you know معلومة بقى did you know more people live in rural areas than urban areas in Egypt. يعني هل تعرف ان عدد السكان بتاع الurban بتاع الrural اللي هو المناطق الريفية عدد السكان الrural الريف اكتر more than عدد سكان الurban الحضر. مع ان المفروض ان الاوربن دي مكان مزدحم ولكن عدد السكان لو جمعنا كل القرى اللي في مصر وكل المدن هتلاقي اكتر الناس هم اللي عايشين في القرى اكتر من المدينه. طيب بصوا حبايبي تعالوا كده نشوف الترتيب سؤال الترتيب سهل جدا.
لو عايز اسال حد انت عايش فين، يلا يا كريم نمبر 1 كده في سؤال الاوردر. Where do you live؟ اين تعيش؟ يلا يا معاذ نمبر 2 بيقول لي live areas و more people و in rural. More people in rural. ايوه عايزه اكونها بقى اقول ايه؟ live in بيعيشوا فيه اكتر الناس بيعيشوا في ايه؟ في الرورال areas في المناطق الريفيه. يلا يا يوسف نمبر 3. My village is sparsely populated. Yes, my village قريتي is sparsely populated يعني ذو كثافه سكانيه منخفضه. طيب الجرامر هنا بيتكلم عن البلورال الجمع، طبعا حاجات واخدينها من كيجي اصلا، ولكن بس فيها حاجات يعني ايه تريكات خلاص احنا كبرنا فمحتاجين ان احنا ناخد كل الكيسز الحالات بتاعه الجمع. اول حاجه احنا عارفينها ان احنا الكلمه بنحط لها ايه لما نيجي نجمعها؟ بنحط لها اس صح؟ لا دلوقتي الاول الكلمه العاديه بنحط لها اس. طيب بعد كده عندي زي مثلا ايه، قولوا لي كلمه كات مثلا كات pen ألم pens. طيب كمان بحط للكلمة es. طب امتى؟ لما يكون الكلمة اخرها x o s h c h z n s. x o s h c h z n s اي كلمة بتنتهي بالحروف دي give me the blue marker. اي كلمة بتنتهي بالحروف دي انا بحط للكلمة اي اس في الجامعة، بحط للكلمة ايه؟ اي اس. طب تعالوا كده مثلا نشوف يشاهد او عفوا ساعة، ساعة يعني ايه؟ واتش ساعة واتش اخرها اس اتش فاقول واتشز ساعات. طيب كلمة توميتو او بوتيتو اخرها او، اما اجي اجمعها اي اس. طيب كلمة بوكس اخرها اكس صندوق او البوكسز. يبقى حبايبي اي كلمه بجمعها بحط اس ده الجنرال، الكلمه اللي اخرها x o s h c h z n s بحط لها اي اس. طيب كمان عندي الكلمه اللي اخرها واي بحط لها اي اي اس. طيب لا لسه بقى في حاجتين عندي، مثلا كلمه مونكي، كلمه دونكي، وبعد كده كلمة بيبي، كلمة سيتي مدينة. في حبة كلمات بصوا حبايبي عندي حالتين في الواي. الواي لما يكون قبلها حرف فاول بخاف منه بيزعق لي، هو حرف شقي فيقول لي ها هتعمل ايه؟ اقول له مش هعمل حاجة انا هحط اس بس، فهقول مونكيز دونكيز. اما لما يبقى الواي قبليه حرف ساكن ده بقى انا بفتري عليه فبقول له انت ساكن مش هتعمل لي حاجه، اروح ماسك الواي واقلبها اي وبعد كده احط اي اس. تمام. طب احنا خدنا ده عشان انا عارفه ان انتوا اتلخبطتوا دلوقتي بتدور في دماغكم، يعني يا ميس احنا بنحط اي اي اس للفعل ولا للاسم؟ بنحط اي اي اس للفعل المضارع، للفعل المضارع بحط ايه؟ اقول ايه لو انا مثلا قلت cry يبكي، يبكي كراي ده اسم ولا فعل؟ فعل يبكي كراي. فلما احط اقول مثلا هي او شي او ايت اقول هي كرايز. هنا انا كده بجمعه؟ لا. ليه؟ هو الفعل بيجمع؟ انا هنا بقوله في المضارع هي كرايز، الفعل يا اما سادس يا داس. اما الاسم، الاسم بجمعه اما احط اي اي اس دي كده جمع، دي كده ايه؟ انا هنا بجمع الكلمات، الافعال ما بتجمعش. لو جه حرف شقي قبل الواي هسيب الواي زي ما هي احط ليه اس؟ لا احط اس بس. اس بس؟ احط اس بس زي مونكيز دونكيز. اما لو جه حرف ساكن ما بخافش منه، بقلب الواي اي وبعد كده بحط اي اس. طيب كمان يا حبايبي عندي اللهم صل وسلم وبارك، في كلمات اخرها اف او اف اي خدناها قبل كده زي كلمه وولف يعني ذئب، زي كلمة وايف زوجة، زي كلمة ليف ورقة شجر. قلنا يا حبايبي بالظبط أي كلمة آخرها اف أو اف اي لما أجي أجمعها بشيل الاف أو الاف اي و
واحط في اي اس فهتبقى wolves. Wives. Wives احط في بقى في اي اس زي leaves اوراق شجر leaves. تمام كده حبايبي؟ يبقى الكلمة تاني أي كلمة بحط لها اس ما عدا الكلمة اللي آخرها اكس او اس اتش سي اتش زي ان اس بحط لها اي اس في الجنب. الكلمة اللي آخرها واي بس قبليه اي ما بغيرش حاجة وبحط اس. الكلمة اللي آخرها واي وقبليه ساكن بحط بقلب الواي اي واحط اي اس. طيب كمان الكلمة اللي آخرها اف أو اف اي زي سكينة نايف كمان سكينة نايف بشيل الاف اي واحط ايه؟ في اي اس تبقى نايفز. طيب كمان حبايبي عندي بقى كلمات هي الشاذة. الكلمات دي المفرد بتاعها غير الجمع خالص بتبقى كلمة غير التانية. خدناهم قبل كده زي كلمة مان جمعها من وومن امرأة جمعها ايه؟ وومن وومن وومن. كلمة child طفل جمعها children children. طيب كلمة ايه تاني foot قدم جمعها ايه feet. كلمة tooth yes كلمة tooth الكلمة كلها بتتغير كلمة teeth. اوكي كده حبايبي. طيب تاني كلمة اللهم صل وسلم وبارك لو انا عايزه اجمع واقول ناس كتير humans اقول ايه people ناس humans people دي كلمه جمع. طب المفرد بتاعها ايه humans. هو man او woman او humans. لو عايزه اجمعهم بس خليها اه لا humans يعني البشر دي فصيله البشر عموما انما عايزه اقول شخص person شخص يعني ايه person. طب عايزه اقول اشخاص كتير او ناس كتير people. هقول persons ولا اقول people. ما ينفعش اجمع persons yes اقول people. دي الكلمات اللي بتتغير خالص عشان كده لازم احفظها المفرد بتاعها والجمع. عندي بقى كلمات المفرد يا لارا زيه زي الجمع ما بيتغيرش زي كلمة fish. لما اجي اجمعها اقول two fish برضه. طيب لو قلت a دي حاجة واحدة لو قلت two two fish. طب انا بعرفها منين؟ من العدد اللي قبلها. لو هي a fish يبقى سمكة واحدة. two او four fish يبقى دي اربع سمكات. كلمة sheep خروف لما اجي اجمعها اقول sheep برضو. هعرف منين؟ لو عايز اقول two sheep three sheep many sheep يبقى خرفان كتير. يبقى حبايبي جمع fish هي fish. جمع sheep هي sheep. جمع deer غزالة هي deer. طب بعرف منين؟ من الـ a والـ an. لو هي a واحدة بس لو هي two أو three يبقى هو ده جمع. طب تعالوا كده نلعب لعبة. خلوني أمسح كده اللي فوق دي وأكتب حاجة نحلها. بيقولي هنا this is a sheep يعني هذا يكون sheep. عرفت منين؟ من الـ a. a يعني واحد بس. عايز كلمة four يعني عايزني اجمع. قول كده يا ادهم. نشيل كلمة a ونحط four بعد كده نكتب sheep. ايه ده ودول ينفع اقول this is four؟ لا لازم اجمع اقول this is مجمع الجمع بتاعها these are ايه؟ four sheep. ينفع اقول a؟ لا ما ينفعش لان a معناها واحدة بس. four sheep هل اجمعها واحط s؟ No, she مش بتتجمع. طب يلا ياسين. There is a man. Yes, عايز to. There are. Excellent. There زي ما هي و are. There are a man. ازاي a؟ اشيل a. اشيل a واحط to. هي المان بحط لها s؟ لا. Man جمعها من. Man جمعها يبقى to men. To men. اوكي تعالوا كده يلا ليتس هنحل اول بس خلوني الاول لا نقرا الريدنج الاول وبعد كده نحل. القطعه دي بقى كلها جمع. My name is Waleed and I live in a small village. عايش في قريه صغيره. On the Nile على النيل. My dad is a farmer. يعني بابا بيكون ايه؟
فارمر يعني ايه فارمر؟ فلاح. He grows هو بيزرع tomatoes ES potatoes ES dates S بس عشان البلح ديت اخرها E فانا بحط S and onions وبصل. We have some animals too. Animals حط لها S. عندنا حيوانات ايضا. There are six sheep. شفتوا؟ There are six sheep. يعني ست ازاي؟ sheep ما بيتجمعش. قلنا الفش sheep والdeer. ايه يا حبيبي؟ انت قلت سيز مش there are. حبيبي دي there is اقول there are. اما this is اقول these are. طيب بعد كده يا ولاد بيقول لي there are six sheep and two buffaloes. buffalo اخرها او جاموسة فبحط لها اي اس. There are some donkeys. هنا حطيت الاس بس. يوجد بعض الحمير. In my village. في قريتي. السطر اللي تحتيها بقى. But my family. لكن عائلتي don't have one now. دلوقتي ما عندهاش ولا واحد. You can see cats. تقدر تشوف قطط. In the street. في الشارع. And if you are lucky. لو انت بقى محظوظ. You might see some beautiful Egyptian geese. يعني ايه بقى geese؟ عارفين الوزة؟ goose. الجمع بتاعها geese. يبقى هنخليها مع foot و feet. goose. الوزة geese. Egyptian geese. ايه ده؟ Egyptian geese بقى الجمع بتاعها. On the river. My family, عائلتي, lives in a traditional home. عايشين في بيت تقليدي كده وقديم. There are seven people living in. في سبع أشخاص أو سبع ناس يعني جمع شخص person people. There are two men. يوجد رجلين يعني رجال two رجال in my family. My dad and my grandpa. And two women. My mom and my grandma. And of course there are some children. يوجد بعض الأطفال too. عندنا بقى children كتير مش هقول child. I have two sisters, but there aren't any babies. ما عندناش أي babies. حط شفتوا baby؟ آخرها y حطينا لها IES. Because we are all grown up. كلنا كبرنا. Do you have any brothers or sisters? هل عندك أي إخوات ولاد أو بنات؟ طبعا brothers, sisters. بحطينا S. Grown sisters. Okay. تعالوا بقى نحل يلا by roll كده. خلي بالكم ان الا والان معناها واحده بس ولما اجي اجمع ما ينفعش اقول ا او ان. يلا يا احمد قول نمبر 1. نمبر 1 احمد. I saw one not in the river. يلا 1 ايه؟ goes. Yes one goes. ينفع اقول 1 a goes؟ ما هي 1 معناها ا. يلا يا كريم. There are four child. Four child؟ لا ازاي؟ child جمعها children. Women. 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 عفوا. Women. Women. يعني يوجد أربع نساء. يلا ياسين. We have some. We have some not in the village. Village. We have some إيه؟ Animals. Animals. عندنا بعض الحيوانات. يلا يا مازن. There is. Not in the industry. يلا there is يوجد للمفرد cat. cat كده حرف كده cat. a cat. حبيبي there is يوجد للمفرد فقول there is a cat. يلا ماشي حبيبتي. يلا يا مايز. two babies. two babies. يلا يا سيد. donkey. اجمعها ازاي؟ احط اخرها s بس. يلا يا لارا. woman. اجمعها ازاي؟ woman. Women. أقول الـ E بتاعت man أخليها man. يلا number 3 potato. أحط لها إيه؟ أوكي. E-S. E-S عشان آخرها O. Buffalo. Buffalo إيه؟ Buffalo. يا أحمد Buffalo أجمعها إزاي؟ آخرها O. أجمعها إزاي؟ E-S. E-S. Man يا كريم. Men. Men. City يا ياسين. Cities. سيتيز احط لها ايه لما اجي اجمعها؟ اشيل الواي واحط اي اس. يلا توث يا معاذ يا مازن. توث هتبقى ايه؟ تيث. ديت يا ديت. احط لها ايه؟ اس. اس بس. يوسف بيرسون.
person people. Yes, people. يلا يا لارا. Sister. Sisters. احط لها اس بس. Baby. احط لها ايه؟ IES. A child. يلا مين يقولي child؟ Children. Mountain. جبل. اقول احط لها ايه؟ Mountains. احط لها اس بس. طب deer. غزالة. مش لحكة. الدير. طيب احنا خلصنا دير. مين يقول لي دير جمعها ايه؟ ديرز. غلط يا قلبي. احنا قلنا ايه؟ فش شيب دير. هم دير. فش ما بحطش اس خالص. هي دير في الجمع. هي دير في المفرد. طب بعرف منين؟ بعرف من الرقم اللي قبله. لو هي تو هيبقى غزلتين. لو هي تبقى غزالة واحدة. يبقى دير هي دير. شيب هي شيب. فش هي فش. طيب حبايبي كده خلصنا lesson 1 and 2 وحلينا كمان. لو وصلتوا للنقطة دي في الفيديو thank you so much for watching. ما تنسوش تعملنا لايك وشير لاصحابك عشان غيرك يستفيد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.